انه خلي الدور تاخذهم هاي الام اللي توقف بالتقاطع وتقدي باطفالها، خلي منظمه تاخذ الاطفال. للي انا هواي قاعد تمر علي قضايا للي سمسرن ويمارسن البغاء، بس اسمح لي، للي سمسرن ويمارسن البغاء بحق بناتهن واللي هي كل وحده 12 و13 سنه، خلي ياخذهم من عندهم. من اللي ياخذهم؟ انت حضرتك اسمح لي، دور دوله ضمن محددات وشروط انفتحت هاي الدور. استاذ اذا تسمح لي انا بدي اقول انه احنا نشوف من جانب ثاني ونشوف المصلحه العامه، يعني ابسط شيء مثلا. طيب اني اتصلت بي بنيه قبل فتره انه ساعديني وانا اضرب بيش محاميه وهاي مناشده شلون هذا زين، شنو كانت تقول؟ اني والدتها هي البنيه عمرها 14 سنه، يعني اكبر من ابني بسنتين، بعدها صغيره ومهزومه من اهلها كارثه، واريد يعني مساعده واريد كذا، ليش انهزمتي؟ كانت تقول مو اني امي يعني تمارس وياها السمسره والبغاء. زين اني ما اقدر، تقول لي بس يعني خليني بمكان واني بعدين اشتكي، بس خليني بمكان، انا ما اقدر اخذها، اورط نفسي مو صح؟ واي احد طيب من داير مدايري طيب ما راح يورط نفسه. ما عندنا مواد قانونيه تحميها. قانون رعاية القاصرين يتضمن فرق جواله، باحثين اجتماعيين. موجود استاذ والله موجود. هاي الفرق الجواله تروح على هاي البنيه وتشوف الحاله وتتاكد من عندها. خلي ياخذوها. وين الاشكاليه استاذي؟ ليش ما يفعلون قانون رعاية القاصرين؟ لانه شو يتضمن؟ الاولويه لمن؟ لقريب مؤهل. ما يروح ياخذه ويوديه للمجهول مباشره، قريب مؤهل حسن السمعه اسلم الطفله هاي. وهذا ليش يتقاطع مقابل مع استاذ مع المنظمات اللي تريد تحط دور ايواء؟ بس خلي اكمل لك، مقابل تعهد. اذا اخل بالتعهد غرامه، واذا دفع الطفل للتشرد او انحراف السلوك بها سجن. زين انت هسه تشوف هذا الحال مطبق؟ زين لما انا عندي قانون رعايه الاحداث 112 ماده بكل تفاصيلها، وقانون رعايه القاصرين 106 ماده، اني اختزلهم كلهم ب 14 ماده هزيله؟ من يقبلها؟ بس ملغت ملغت. لا بس ما هاي ما ملغت. خلي اني اشجع على هاي، يعني بهاي الحاله الان اقيس عليها نفس هاي الحاله ومثلها، خلي اكو دور طيب تحتويهم. بس يا ست حنين، مو هي يا ماده اليوم ما مكرره، يعني هسه مثلا حق حظر الاتجار بالطفل او استرقاقه او اكراهه موجود، هذا اصلا موجود، يعني موجود في اي قانون استاذ باسل؟ قانون رعايه الاحداث. قانون رعايه الاحداث معرف لك شنو انحراف السلوك، ومعرف لك شنو التشرد، من هو المشرد ومن هو منحرف السلوك، وكل حاله لها مسبباتها ولها نتائجها. على ضوء زياره البحث الاجتماعي راح يحدد منو المقصر، اذا مهمل الى عقوبه الولي، واذا لا هو اللي دافع الطفل الى عقوبه مشدده. وحتى عندك في قانون العمل رقم 37 لسنه 2015 الماده 95 تجريم عمل الطفل في الاماكن المضره او الشاقه، ومحدد سن العمل. احسنت استاذ، اذا سن العمل 15 يمكن اعتراض عليها، يعني ما هو احنا بدنا نعترض، او يعني اللي يعترضون عليه يتحدثون انه انا عندي قوانين المفروض تفعل، ليش اهمل هذه القوانين؟ خلي يصير عليها تركيز من خلال هذا. استاذ العزيز اكو فد مشكله كبيره، يعني اسف للمقاطعه. تفضل. الدستور ترى ما يتناول الامور، هو مو ابو القوانين. نعم. كل ما يتعارض مع الدستور مو يعد باطلا. نعم. زين هذا مولود باطل. هذا قانون حمايه الطفل، ليش؟ كيف؟ الدستور ينظر الى حمايه الاسره، يكفل الفئات الضعيفه اللي بها، يقول امومه وطفوله وشيخوخه. لما انا اجي احمي الطفل وحده. نعم. واضر الاخرين. بسبب مخالف للدستور ولا لا؟ ما ماكو مضره. الله يخليك. نفس ما انا اذا امارس حقي التاديبي، يجي الطفل الان 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 جبناها على، هل هم منتظرين اقرار قانون الان؟ بس تسمح لي، فرق جواله تروح للمدارس تنطي ارقام مجانيه. نعم. يعني اذا بابا عنفك، اذا ماما عنفتك، خابروا علينا واحنا نجيكم. اي احسن. منتظرين قانون هم؟ كانه انه يوعون الطفل. ستنا شنو الاحسن؟ طفل عمره 8 سنوات يعرف الفرق بين العنف والتأديب. اي راح ياخذون كلامه، هو قانون منصوص له قرآن. مو اكو اجراء؟ مو اكو اجراء؟ لا لا اكو اجراءات في البدايه تحقيقيه، مو كلها ما عندهم. ستنا دخلت، خليني اقول لك شغله، على هذا القانون احنا راح نوصل مثل